تحية عطرة من شركة بيرسون إلى الحضور، أعرفكم بنفسي ربيع فرح من فريق بالعربي، وسأمضي معكم 45 دقيقة في حوار مطول مع الثائرة دكتور هنادة طه تمير. دكتور هنادة، أرجو أن تسمحي لي بمناداتك بالثائرة، فأعمالك المتقدمة في مجال تطوير تدريس مادة اللغة العربية قد أحدثت ثورة وتغييرا فعليا في كيفية تقديم المادة. نعم، ثائرة على تقاليد تدريس اللغة العربية، وثائرة على طريقة إعداد مناهج اللغة العربية، وثائرة في نظرتك إلى مستقبل اللغة العربية. فثورتك هنا هي الثورة الإيجابية المنتظرة في وطننا العربي لتطوير فنون تدريس اللغة العربية. دكتور هنادة طه، أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد، أرحب بك وأشكرك على وقتك الثمين معنا. شكراً لك أستاذ ربيع، شكراً للحضور، سعيدة بأن أكون معكم اليوم. اسمحي لي بداية قبل البدء بالحوار أن أطلب من الحضور الكريم كتابة الأسئلة التي يرغبون بتوجيهها إليك في صندوق الأسئلة الـ Q&A، وسنحاول الإجابة عنها في نهاية هذا الحوار. سؤالي الأول لك دكتور هنادة نابع من أفكارك التربوية. تعتبرين أن تدريس العربية هو فلسفة وليس فقط تدريس لغة، فما تعليقك على ذلك؟ شكراً لك أستاذ ربيع أولاً على التقديم الجميل وعلى الوصف الجميل المخيف شوي، ثائرة بلطف بس أظن، وشكراً على هذا السؤال. سؤال يجب أن نسأله، ويجب أن نتحدث عن مسألة الفلسفة وأهمية الفلسفة في تعليم اللغة. نحن طبعاً عندما ندرس لغة وعندما نطور مناهج لتعليم اللغة وعندما نشتغل على نصوص وعلى أسئلة وعلى كل هذه الأشياء، لا غنى لنا عن الفلسفة بمفهومها إنه الفلسفة المعرفية والفلسفة الوجودية والفلسفة بكل أنواعها. لا نستطيع أن نقطع اللغة كلغة بغض النظر عن إن كانت عربية أو إنجليزية أو أي لغة عن كل العلوم الأخرى المتوفرة لها، وأولها أنا أظن الفلسفة. يعني مثلا أستطيع أن أستقي مثالا من منهاج بالعربي الآن عن هذا، وهو منهاج بيرسون للغة العربية. في هذا المنهاج الذي اشتغلنا عليه أننا طعمنا أو دخلنا المفاهيم الفلسفية في النصوص التي نعمل عليها، وبدءاً من صف الابتدائي الأول، بدءاً من المستوى الأول الذي نشتغل عليه. فمثلاً حتى الأسئلة التي نطرحها نسميها أسئلة خصبة، وليست فقط أسئلة، أسئلة مفتوحة، أسئلة تحتمل كل الألوان وتحتمل كل الإجابات. مثلاً عندما نقول من نحن؟ ما السعادة؟ هل يا ترى الكلمات تروي كل الحكاية؟ لو كان المصعد يتكلم لما سمعناه يقول مثلا، كيف نؤثر على العالم وكيف يؤثر العالم الذي نعيش علينا؟ أين الحقيقة؟ ما الحقيقة؟ من أنا؟ هل نحن مع العولمة أو مع التقوقع؟ التأمين الصحي هل هو مسؤولية جماعية، هل هو للجميع أم هل هو منتقى فقط لمن يدفع؟ كل هذه الإشكاليات والتفكير، كل هذا هو موجود في منهاج لتعليم اللغة العربية، وأعتقد بأن أي منهاج يخلو من الفلسفة سيكون منهاجا ناقصا. رائع، صحيح أنك ثائرة، وصحيح أن الفلسفة التي تتحدثين عنها ليست إلا
إلا مجموعة من الأسئلة الخصبة التي على المعلم أن يفكر بها ويطرحها على طلابه، فينتقل من تدريس لغة إلى هذه فلسفة اللغة. أشكرك على هذه الإجابة دكتورة هنادة. سأنتقل إلى أمر سمعته منك في إحدى المقابلات. سمعتك تتحدثين عن أن المشكلة في وطننا العربي تكمن في عدم وجود تعليم جيد، وأضفت أن التعليم الجيد هو أفضل سياسة اقتصادية للوطن العربي. كيف تفسرين هذا الربط بين التعليم الجيد والسياسة الاقتصادية؟ وهناك شق آخر لهذا السؤال، وبما تنصحين كليات التربية ومديري المدارس فيما يختص بتطوير مهارات معلمي اللغة العربية؟ فتعليم جيد ومهارات. نعم، شكرا. طبعا التعليم الجيد هو أهم سياسة اقتصادية ممكن أن نشتغل عليها كدول. وزارة المالية أظن عليها أن تعمل وطيدا وبشكل لصيق مع وزارات التعليم، لأنه لو خرجنا طلاب بشهادات، وهذا ما نفعله كثيرا في الوطن العربي، شهادات على حيلها، اللي ماسترز واللي دكتوراه واللي لست أدري ماذا، وشهادات طنانة رنانة، ولكن أنت لا تستطيع أن تنافس في ميدان العمل، أنت لا تستطيع أن تنافس، يأتي دائما الآخر ويستطيع هو أن ينافسك ويأخذ الأعمال. أنت لا تستطيع أن تبني أوطانا ولا تستطيع أن تبني أمة دون التعليم الجيد الذي به سننقل البلاد والعباد والأمة إلى مكان أفضل. فالتعليم الجيد 100% هو أفضل سياسة اقتصادية، وبشكل آخر أيضا سيوفر الكثير على هذه الدول، يعني لأن مع كل شخص هنالك شخص آخر يأتي، نوظف شخصا بعدين نوظف شخص آخر ليعمل شغله عنه لأنه أكثر كفاءة. فالهدر الاقتصادي الحاصل بسبب التعليم السيء الذي نراه اليوم، نحتاج إلى وقفة قوية، وقفة عميقة معه لنتحدث عنه. يعني هو أهم حجر اقتصادي في هذه البلاد. الآن ما الذي نستطيع أن نفعله؟ أنا أدرك أننا لا نستطيع أن نوقف أو أن نتوقف. في عنا مدارس، في عنا كليات تربية، هنالك أشياء تحصل كل يوم، هنالك طلاب في مدارسنا. لا أستطيع أن أنتظر حتى تنتظم السياسة الاقتصادية في البلاد وتدرك أهمية هذا الشيء. بالنسبة لكليات التربية، أولاً أتوجه وأقول نحن بحاجة، المعلمون الذين يتخرجون اليوم من كليات التربية في الوطن العربي عموماً ليسوا مدربين بشكل جيد، ليسوا معدين إعداداً يتواءم أو يتناسب مع القرن 21 وما نحتاجه اليوم. وأنا لا أتكلم فقط عن أدوات التكنولوجيا، أظن أن كوفيد-19 أرانا بأن معظم المعلمين ما شاء الله، وهذا كان جميلاً، استطاعوا التمكن نوعاً ما من أدوات التكنولوجيا. أنا يهمني ما وراء هذه الأداة، يعني أداة التكنولوجيا هي القلم من زمان، وهي يعني والطبشورة من زمان، ولكن يهمني ما الذي نخطه بهذه الأدوات، المحتوى وطرائق التفكير التي نتوجه بها من خلال هذه الأدوات. بالنسبة للمدارس، يعرفون أصلاً المدارس، يعرفون بأن عتبي عليهم كبير للغاية، وما زال المدارس، أنا أعرف لدينا معلمين يأتون، وأتكلم تحديداً عن معلمين اللغة العربية، يأتون كما هم، يأتون غير معدين إعداداً جيداً، يأتون في غالب الأحيان خام، ممكن أن يكونوا كذلك، يأتون بأفكار لربما غير صحيحة تماماً عن التعليم وكيف تدرس اللغة للصغار أو للكبار. مهمة هذه المدارس، أنتم وظفتم هؤلاء الناس، المهمة الكبرى لهذه المدارس، وهنا العتب على المدارس وعلى المدراء،
أنهم عليهم أن يستثمروا في أساتذة اللغة العربية دونما استثمار عميق. والاستثمار لا يكون والله نرسلهم مرتين ثلاثة بالسنة بالعام إلى مؤتمرات، أو نضع لهم ساعات محددة من ساعات التدريب يجب أن يأخذوها في السنة. هذا لا يكفي، يجب أن تكون هنالك خطة تدريب، أن نعرف ما هي المهارات تحديداً التي نريد لأساتذة اللغة العربية أن يتقنوا. والمهارات لا تعني بالضرورة، لا حاجة لها أن تكون بالضرورة كلية مهارات لغوية فحسب. نحتاج إلى مهارات لها علاقة بعلم النفس، نحتاج إلى مهارات التواصل، التعامل، الأتيكيت، البروتوكول، أشياء كثيرة، حتى استخدام الصوت متى يرفع إن كان هنالك مساحة لأن نرفع صوتنا، وكيف نتعامل مع الأطفال. بحاجة إلى أن نعرف تطور الأطفال اللغوي وتطورهم ونموهم العاطفي، الجسمي، الجسدي، وهكذا. ففي أشياء كثيرة نحتاج إلى الاستثمار في أساتذة اللغة العربية. أشكرك على هذه النقطة بالتحديد، وأنا من الأشخاص الذين ينادون باستمرار بتدريب معلمي اللغة العربية، كما تفضلت على ليس المادة، ليس معرفة المعلم بالمادة، لأن معلمي اللغة العربية يأتون ويمتلكون المحتوى، إنما ما تفضلت به عن مهارات التواصل، مهارات استخدام الصوت، أو كيفية التعامل مع الصغار والكبار، هذا ربما ما نحتاجه كثيراً في أقسام اللغة العربية في مدارسنا. نحن لا نريد أن نشمل جميع المدرسين، إنما نتحدث عن الوطن العربي ككل، ونتحدث عن عما يعرف بالترند بالمدارس. على كل، أشكرك دكتور هنادا. سؤال آخر يتعلق بالمناهج الدراسية للغة العربية. كثير من معلمي اللغة العربية يشتكون من المناهج الدراسية، فيصفونها بالجافة، يصفونها بأنها قديمة الطراز أو أنها مملة، الكثير من التوصيفات. بما تتوجهين إلى الجهات المعنية في تطوير مناهج مادة اللغة العربية؟ شكراً لك أستاذ ربيع، شكراً للأساتذة الذين سألوا عن ذلك والمهتمين بكيف يوضع هذا المنهج وكيف يخطط له وهكذا. طبعاً المناهج تختلف من مكان إلى آخر، من بلد إلى آخر، جودتها مختلفة، رؤيتها مختلفة، وواضعوها أيضاً مختلفون. ما ألاحظه لكني غالباً في المناهج الموضوعة من وزارات التربية عموماً، ويبدو أن مناهج اللغة العربية موضوعة في الغالب من قبل وزارات التربية لكونها تعتبر مناهج تعنى بالهوية، فهي دائماً فيها هذه النظرة المختلفة نوعاً ما. نصيحتي هي، ودائماً أكررها، أعطي خبزك لخبازه ولو أكل نصفه. هكذا في مثل هكذا، وأظن أن هنالك الكثير يقال في لهجات مختلفة بطريقة مختلفة، ولكن الفكرة هي واحدة، إنه المناهج ليست مجموعة نصوص نضعها مع بعض ونضع بعض الأسئلة عليها وخلاص صار عندنا منهج. المشكلة أحياناً في المناهج أننا نعتقد أنه أي شخص يستطيع أن يضعها، أي معلم لغة عربية درس اللغة العربية يستطيع أن يصمم منهجاً. وأريد أن أقول أن المناهج يعني هي تخصص قائم بذاته، نحن بحاجة إلى المعلمين 100% في أثناء صياغة فلسفة هذا المنهج وفي أثناء وضع التخطيط له، ولكن لزاماً أن توضع هذه المناهج من قبل متخصصين في أشياء مختلفة. يعني فأنا بحاجة إلى عالم النفس في وضع المنهاج، وبحاجة إلى المعلم، وبحاجة إلى الشخص الذي
متخصص في مسألة تصميم المناهج، وبحاجة إلى كتاب، وبحاجة إلى متخصصين في اللغة العربية والأدب العربي. فمسألة المناهج أظن العثرة التي نراها أو التعثر الذي نراه في المناهج نابع عن أنها أحياناً توضع بشكل عشوائي. المنهج يجب أن يصمم ويوضع ويخرج للناس بغضون سنة، وهذا مستحيل، لا يمكن لأي منهج أن يوضع خلال سنة أو سنتين حتى. فأظن علينا أن نأخذ أيضاً نظرة مختلفة للمناهج، ونرى ما هي الطرق الأنجع، كيف تصمم المناهج، والفلسفة، على أي فلسفة نفعلها. يعني أنا لا أذهب وأرى شيء أعجبني وأقول هذا جميل أخذ منه، هذا جميل أخذ منه. مجموع هذه الأجزاء لن يشكل كلاً متكاملاً وله معنى، ليس جشتالت كما يقال بالألماني. لا تشكل الأجزاء أحياناً كلاً متكاملاً نستطيع أن نستخدمها. رائع رائع. فإذاً تطوير المناهج عملية قائمة تعاونية بين العديد من الخبراء، وليس فقط ممن يفهمون باللغة العربية ويتعاملون معها. ممتاز. ذكرتي خلال الإجابة عن أن المناهج تعبر عن هوية وطنية أو هوية معينة. ما الهوية التي يقدمها برنامج بالعربي لمعلمي اللغة العربية؟ سؤال جميل. طبعاً أيضاً تابع للإجابة السابقة، أن المنهاج يحتاج إلى أن تكون له فلسفة واضحة وتوجه فكري فلسفي تربوي لغوي واضح، يحدد في الصفحات الأولى لهذا المنهج كي نعرف ما الذي نشتغل عليه. هل نحن نشتغل على شيء متمركز حول الطالب، حول المعلم، حول الكتاب؟ فليكن ما كان، ولكن الشرط هو أن نحدد ذلك. فيما يتعلق بمنهج بيرسون بالعربي، أظن أن الهوية الواضحة والمكتوبة له هو أنه ينتمي أو يحاول أن ينمي تلك العالمية في هؤلاء الأطفال، أن يريهم أن العالم هو موطن لهم، وأننا نشترك جميعاً في إنسانيتنا. الكثير من الثيمات والمحاور والنصوص التي اشتغلنا عليها في منهاج بالعربي فعلاً ركزت على مسألة الإنسانية المشتركة، وهو عامل أساسي اليوم في عالم اليوم، في سياسات اليوم، في المشاكل السياسية الأمنية القومية التي نمر بها اليوم تحديداً في الوطن العربي. أظن أن مسألة التركيز على ثيمة، على نغمة، على محور تلك الإنسانية المشتركة بين الجميع جداً مهم لنا، حتى على صعيد وجودي اليوم شيء مهم، وهذا ما حاولنا أن نفعله بشكل كبير. على أمل أن تعم الإنسانية المشتركة في الوطن العربي. آمين. آمين. هناك تعليق إن شاء الله. هناك تعليق من إحدى المشاركات باللغة الإنجليزية، سأقرأه كما هو. I don't see that the problem is with the curriculum. The problem is that we don't review them. يعني أريد أن أوافق ولا أوافق. شكرا على التعليق. لا، المشكلة في صناعة المناهج، أيضا في صناعة الفلسفة والرؤية التي نمشي إليها. أحياناً ما في مشكلة أو تحدي في النصوص، ماشي، ولكن ما خلف النصوص، ما خلف السؤال. أنا أظن أننا، وحتى عندما نراجعها أحياناً، المراجعة هي جزء من صناعة المناهج أيضاً. شكراً على سؤالك. رائع رائع. أنا كنت ذكرت ببداية هذه الجلسة أني سأفتح المجال للأسئلة مع نهاية الجلسة، ولكن هناك سؤال أيضاً من أستاذة عبير. التعليم هو رافد أساسي لتقدم الأمم، نريد إرادة سياسية ليصبح العلم هو
من أولوياتنا. فالسؤال هو التالي: كيف لنا كمعلمين أن نفعل مع مناهج مليئة بالحشو لا فائدة منها؟ أعتقد أنك تطرقت إلى هذه الإجابة، هل هناك أي إضافات؟ لا، سؤال ممتاز أستاذة عبير، شكرا لك. وهنا أيضا أن ندرك أين الحشو، لأن أحيانا الحشو قد يكون يعني حشو بالنسبة لي ولكنه ليس حشوا بالنسبة لآخر. أن نتفق جميعا على ما هي أهم الأشياء اللازمة لتعليم اللغة العربية وفي تعليم اللغة العربية، وأن نعمل عليها غير معتنين بالحشو الذي لا فائدة منه بالفعل. ولكن هذا يحتاج إلى أيضا إلى قرار كمعلم منفرد. أنا أستطيع فعلا عندما أغلق بابي أن أركز على مثلا أنا ماذا أريدهم أن يفعلوا، أن يقرأوا وأن يكتبوا، هذا هو المهم، وأن يفكروا وهم يفعلون كل هذا. فطبعا كل ما له علاقة بالقراءة والكتابة هو أساس، هو أساس. رائع رائع. طالما تطرقت إلى القراءة دكتور هنادة، نتحدث دائما عن أهمية القراءة، وأنه على الطالب أن يقرأ قراءة صحيحة من صف الروضة. لكن المشكلة التي نراها في صفوف المرحلة الابتدائية بالتحديد أن الطالب ربما يقرأ قراءة صحيحة ولكنه لا يفهم كثيرا مما يقرأه. بمعنى آخر، الطالب يدرس ليقرأ من دون التركيز على القراءة الفاهمة. ما تعليقك على هذا الأمر المهم، وكيف ترين أن برنامج بالعربي يتعامل مع هذه المشكلة؟ شكرا ربيع. ثانية، الآن مسألة القراءة الفاهمة مسألة ممكن أن نسميها في عالم التربية مسألة ساخنة. أعرف أن الأخوة والأخوات في المملكة العربية السعودية اليوم ممن هم معنا، وفي أماكن أخرى ممن هم مقبلون على امتحانات PIRLS، الامتحانات المقننة العالمية التي تكون لطلاب الصف الابتدائي الرابع. أعرف أن هذا السؤال هو سؤال حاضر اليوم في المنصات وفي الاجتماعات وفي النقاشات عموما، مسألة الفهم القرائي وفهم المقروء. ولكن أنا أريد أن أقول يعني هذا لا ينبثق فجأة في الصف الابتدائي الرابع بسبب PIRLS. الفهم المقروء يأتي من صف الروضة وفي الحقيقة من البيت، يعني يبدأ هو يتدرج. فهم المقروء مثلا كيف نبدأ به؟ يبدأ بالتعرف على المفردات، بأن نعرف مفردات بالفصيحة، بأن نعرف تسمية الأشياء، أسماء الأشياء. يأتي من أن نستطيع أن نقرأ بطلاقة، أولا القراءة بطلاقة التي هي يعني أن نقرأ بسرعة معقولة وأن نقرأ بدقة معقولة وأن نقرأ بتعبير مما يدل نوعا ما على الفهم. مع أنه الآن هنالك أيضا أبحاث اليوم في علم القراءة Science of Reading نسمعها تقول بأن السرعة ما عادت لربما هي أساس نستطيع أن نحكم به على الطلاقة عموما، وبأن الفهم، فهم المقروء هو الأساس ولو تروى أكثر أو أخذ وقتا أكثر. لكن في الحقيقة نحن بحاجة إلى توليف الاثنين معا. فمسألة فهم المقروء تحتاج إلى طلاقة في القراءة كي يستطيع انتباهي ودماغي أن هو خلص تهجئة الكلمات ما عادت هي الهم، صار الهم علي أن أفرد ما تبقى من طاقة في دماغي إلى فهم، محاولة فهم ما أقرأ. فالمتعثر في القراءة عليه أن ينتبه فقط ويركز كل ما لديه من طاقة على الكلمات، والذي لا عنده الطلاقة يستطيع أن يركز على معاني الكلمات. لذلك نرى نحتاج منذ صف الروضة وقبل الروضة أن نشتغل كثيرا على الطلاقة، أن نشتغل على القراءة بشكل كثيف، أن نبني الاستامنة التي هي النفس كي يقرأوا مثلا نصا من 500 كلمة أو من 200 كلمة أو 300 كلمة. لأن في PIRLS كما تعرفون هو يقرأ قصة كاملة، فلا أستطيع، لن يستطيع أن يجيب عن الأسئلة المطلوبة
لو استطاع أن يقرأ فقط أول صفحتين والباقي لم يصل إليه. ففي عتبات كثيرة نحتاج إلى الوقوف عندها، وأن تكون هنالك خطة، حتى خطة وطنية، خطة قراءة وطنية، وهذا ما أنادي به دائما. لأن برنامج بالعربي طبعا يشتغل على القراءة المكثفة منذ المستوى الأول، تكثيف القراءة وتكثيف العمل بما نسميه working memory، الذاكرة العاملة، كل هذه الأشياء التي تسرع، نأمل أنها تسرع من قدرة الأطفال على القراءة والعمل على فهم المقروء بشكل عالي، ليس ما لون السيارة وما ماذا لبست ماما وهذا، وإنما لماذا، أسئلة مثل لماذا، كيف عرفت، ما الدليل، ماذا لو، وهكذا. فهذا ممتاز ممتاز. وأكثر ما يلفت انتباهي دائما دائما تذكرين المفردات وأهمية العمل على المفردات للوصول إلى القراءة الفاهمة كإحدى النقاط الأساسية للقراءة الفاهمة. ونحن نؤمن بسببك دكتور هنادا بأهمية المفردات. شكرا لك. هناك الكثير من الأسئلة، لا أعرف إن كان لدينا الوقت للإجابة عن جميعها، لكن لفتني السؤال من أستاذ أحمد الديب: تحياتنا للدكتور هنادا ولفريق عمل بالعربي. سؤالي هو: كيف حاول منهاج بالعربي تقديم عالم الأدب العربي وغرس بذور تذوقه ومحبته؟ شكراً، شكراً لأستاذ أحمد على المتابعة. طبعاً أستاذ أحمد كان ممن أتحفونا بأجمل النصوص الموجودة في منهاج بالعربي، النصوص العلمية، النصوص المعلوماتية المكتوبة بحرفية عالية وبجمالية لغوية عالية في الوقت عينه. فالذي فعلناه يعني مسألة أن نجمع هذه النصوص الجميلة وأن تركب وأن نجتمع مع كل هؤلاء كتاب أدب الأطفال الرائعين العرب من مختلف أنحاء الوطن العربي، في الحقيقة كانت تظاهرة أدبية عربية بامتياز. يعني عملنا على النصوص بشكل عميق جدا مع كتابنا الأفاضل، النصوص كانت تعنى بالموضوعات العلمية، بالموضوعات المعلوماتية، بالأدب، بالشعر، بأشياء غريبة. يعني أنا من النصوص المفضلة عندي طبعاً هنالك النصوص الجميلة التي كتبها أستاذ أحمد العلمية بشكل جميل. لدينا نص مثلاً هو خيالي: لو كان المصعد يتكلم، يوم في حياة مصعد، ماذا سيرى، ماذا سيسمع، ماذا. فمثلاً لدينا نص آخر: السعادة صحن بطيخ أحمر. فهذا من وجهة نظري أنا، السعادة هي صحن بطيخ أحمر، من وجهة نظر شخص آخر هي شيء آخر لربما. كان هنالك يعني حاولنا أن نشحذ وأن نحشد لمنهاج بالعربي كل شيء كنا نحلم أن نراه في منهج. يعني كلنا من يدرس لديه أحياناً أحلام، لو كان هنالك نص عن كذا أو عن كذا أو عن كذا. فحاولنا أن نقدم كل الأحلام التي كانت لدينا في هذا المنهج، والنصوص هي يعني لعلها تكون من أهم ميزات هذا المنهج. شكراً أستاذ أحمد. رائع رائع. سأكمل ببعض الأسئلة أيضاً. أستاذ عمر يقول: دراسة اللغة العربية في منهاج كامبريدج يعتمد بشكل كبير على الكتابة الإبداعية من خلال فروع النقاش والوصف والقصة، لماذا لا نركز في مناهجنا على الكتابة الإبداعية وتحتل حيزاً كبيراً من اهتمامنا؟ أستاذ عمر شكراً على هذا السؤال الجميل. طبعاً في مناهجنا عموماً الكتابة مهملة، أستطيع أن أقول عذراً أن الكتابة مهملة نوعاً ما، وبأنها تأتي هيك أخيراً على فكرة هنالك الكتابة. أنا أظن أن الكتابة بأنواعها،
الإبداعية العلمية المعلوماتية الكتابة لغرض معين، الرسالة السيرة، كل أجناس الكتابة هي مهمة جدا. وأقول دائما للمعلمين، وهذا ما ضمناه في منهج بالعربي، الكتابة تحتاج إلى أن تكون يومية. أنا لا أستطيع أن أخلق كتابا من أناس لا يكتبون، من تلاميذ لم ندربهم على الكتابة، وأن الكتابة هي مثل ضيف يأتينا في الشهر مرة. الكتابة يومية. فنحن اعتمدنا مثلا سمات الكتابة 6+1، أخذنا هذا المنحة، التي تؤمن بأن الكتابة هي يومية، ورشة كتابة يومية، ولكن لا تزيد عن 10 دقائق فقط، 10 دقائق كل يوم لسمات مختلفة، لخطوات مختلفة في الكتابة. فكل شهر هنالك موضوع مختلف يكتبون عنه، وجنس أدبي مختلف، ولكن أيضا هم يكتبون فيه وعنه ويفكرون فيه بشكل يومي. الكتابة والقراءة حتى الآن، يعني كنت أقرأ في بحث جديد أن الكتابة والقراءة لا نستطيع أن نفكر فيهما كشيئين منفصلين، إنه نعمل القراءة هذه وحدها وبعدين الكتابة، يعني بتجي. يجب أن يكون هنالك توائم، يجب أن يكون هنالك يعني أن يتداخلا مع بعض في كل حصة وفي كل يوم من أيامنا في تعليم اللغة العربية. هذا ضروري. شكرا على السؤال. ومن الصغر، لا أتكلم، يعني لا ننتظر إلى أن نصل إلى صف خامس أو سادس أو سابع، منذ الصف الأول، منذ المستوى الأول. رائع رائع. بدأت الأسئلة تكثر، والأسئلة التي حضرتها لك ربما لن أمر عليها كثيرا. ليست مشكلة، نستجيب للحضور الكريم. ممتاز. هناك سؤال ربما شبيه بأحد الأسئلة التي حضرتها، وهو يتعلق بتدريس القواعد من أستاذة سوزان. السؤال باختصار، يعني لماذا هناك تركيز مفرط على تدريس القواعد؟ ليس في برنامج بالعربي، إنما في مناهج الأخرى، وكيف لبرنامج بالعربي أن يتعامل مع هذه النقطة؟ شكرا لك أستاذة سوزان، شكرا على المتابعة الدائمة، أشكرك على وقتك. سؤال مهم، وسؤال يتكرر كثيرا. ربما شوف، مسألة القواعد، يعني نحن لا نقول بأن القواعد النحوية ولأن القواعد عموما شيء لا ينبغي لنا أن نسلط الضوء عليه، ولكن ما حصل تاريخيا أنه كان لربما من أبسط الأمور التي نستطيع أن نركز عليها في صفوفنا وفي مناهجنا. وبما أن كلنا درسنا بهذه الطريقة، إنه قواعد، كانت اللغة هي مرادفها قواعد. فطبيعي نحن ندرس عادة كما درسنا أو كما درسنا، فهذه أشياء متوارثة، بأن أستاذ العربي أحياناً لا يشعر بأنه درس بشكل جيد إن لم يعرج كثيراً على القواعد. ولكن أريد أن أقول، كل مسألة النحو، كل مسألة هذه القواعد التي ندرس، هنالك حتماً أهمية شديدة كي تكون قواعدنا صحيحة، كي نستطيع أن نتكلم ونكتب بشكل صحيح. الدقة في اللغة شيء جداً مهم، وطبعاً لأساتذة اللغة العربية أقول، غير مسموح تقريباً لنا أن نخطئ في الكلام أو في الكتابة. يعني هنالك طبعاً هامش، نحن لا نستطيع أن نكون سيبويه وابن فارس وهكذا، ولكن على الأقل لأننا معلمين نحتاج لدرجة معينة من الدقة في كلامنا. ولكن نتكلم عن هؤلاء الصغار الذين قبل النحو والقواعد يحتاجون إلى لغة. هم ليست لديهم، يأتوننا أحياناً دونما لغة. فأنا عندما أعطي القواعد والنحو، أنا أعطيها لأصحح اللغة. طيب لو هذا الذي أمامي المسكين ما عنده لغة، ليست لديه المفردات، وليست لديه التراكيب اللغوية المعقولة، ولا يعرف أسماء الأشياء،
ولا كيف أستطيع أن أشتغل على نحو على تصحيح الدقة لشيء ليس موجودا. فأنا دائما أقول لطفا لطفا ركزوا على اللغة، نريد أن نغرقهم باللغة، أن نعطيهم لغات، أن نعطيهم مخزون، أن نعطيهم مفردات، وبعدين تأتي مسألة الدقة اللغوية بسبب القراءة الكثيرة، بسبب الانغماس، بسبب أشياء كثيرة، بسبب اهتمامهم باللغة، لكنهم صاروا ينفرون منها. لأن في منهاج بالعربي ما فعلنا أننا ركزنا كثيرا كما ذكرنا على الأجناس الأدبية، على النصوص، على القراءة، على الأشياء خفيفة الدم، أريد أن أقول وجاءت بعد ذلك دروس القواعد المرتبطة بالنصوص مباشرة، خفيفة، لطيفة، تهتم فقط بالأسس. أنا شخصيا أظن هذا هو الأساس، دون لغة يعني أي قواعد تتحدث عنها. أشكرك دكتور هنادة، لدينا أقل من 10 دقائق وهناك العديد من الأسئلة أيضا. هناك سؤال أيضا يرتبط ارتباطا وثيقا بما يتعلق بالمطالعة، وبسؤال أيضا قد حضرته لك. أستاذة سناء تسأل: لماذا يعزف الطلاب عن المطالعة بالعربية علما أن النص يكون جذابا، وينطلقون من الاعتقاد أن القراءة بالأجنبية أجمل؟ أنا مرحبا أول شيء أستاذة سنة، أيضا أستاذة سنة كما لنا معها تعامل جميل، شكرا. ولكن أريد أن أختلف معك هنا، سامحيني. أنا أظن أن طلابنا لا يعزفون عن المطالعة باللغة العربية، أنا مصرة عن أنهم يحبون المطالعة بالعربية، ولكنهم لم يحصلوا على هذا قط، يعني لم تكن لديهم فرصة قط بأن يقرأوا بالعربية أو بأن يقرأ لهم بالعربية. كيف نستطيع أن نجذبهم إلى العربية وهم في صف اللغة العربية لا يقرؤون قصصا، أو قلما، بدل أن أقول أبدا، قلما يقرؤون قصصا. أنت عدو ما تشهد، هم لا يعرفون عن النصوص العربية ولم يقرأ لهم في الصف. أنا أراهن أنه يعني لربما هنالك 1% من الأساتذة من يقرأ كل يوم لطلابه قراءة جهرية من قصة لا علاقة لها بالمنهج الدراسي، لا علاقة لها بالكتاب المدرسي، من قصة ممتعة. لا يوجد من يفعل ذلك، بينما في صف اللغة الإنجليزية كل يوم كل يوم كل يوم هنالك قراءة جهرية من كتاب ممتع، خفيف الدم، لطيف، جاذب، أو لغز، أو أي شيء، ويستمر هذا الشيء منذ صف الروضة وحتى أحياناً المتوسط. فالذي يحصل هو يذهب إلى البيت يريد أن يقرأ بالأجنبي، يريد أن يقرأ هذا. نحن ماذا نفعل في صف اللغة العربية؟ كلما أخطأ خطأً من نوقفه ونصححه ومنكره عيشته ونجعله يحس بأنه ممنوع أن يخطئ بالعربية، لذلك عزفوا. وإنما أنا لا أظن هو شيء بالدي أن أي، ليس بالحمض النووي عندهم أنهم لا يحبون القراءة بالعربية. لو نحن كمعلمين فعلنا ما يجب أن يفعل، ما أظن كانت هذه النتيجة. وطبعا ليس فقط كمعلمين، هنالك مدارس، هنالك مدراء، هنالك سياسة لغوية عامة، ولكن أظن نحن كمعلمين نستطيع أن نفعل الكثير. ممتاز ممتاز. ما زال هناك أكثر من سؤال، سأعود إلى أستاذ عمر بعد قليل، يعني سأختم بسؤال شبيه بما طرحته يا أستاذ عمر. سؤال آخر يتعلق بمنهاج الناطقين بالعربية ومنهاج الناطقين بغير العربية في برنامج بالعربي، حيث أننا اعتمدنا على منح اللغة المتوازن في منهاج الناطقين بالعربية ومنح اللغة التواصلي في منهاج الناطقين بغير العربية، فكيف يمكنك باختصار توضيح هذين المنحيين، منح اللغة المتوازن ومنح اللغة التواصلي؟ شكرا. طبعا للناطقين بها أبناء اللغة الذي اشتغلنا عليه هو منح اللغة المتوازن، ولكن خفيف لايت، ليس لأننا نعرف أنهم في المدارس الخاصة الوقت المتاح، وحتى في المدارس الحكومية الوقت المتاح لتدريس اللغة العربية ليس كبيرا جدا، فهو ليس المنهاج المتوازن أو المنحة المتوازن بشكل كبير.
ولكن تقريبا يعتمد على ورشة القراءة وورشة الكتابة، بمعنى القراءة اليومية، الكتابة اليومية، القراءة بأنواعها الجهرية، التشاركية، الموجهة، المستقلة، والكتابة بأنواعها أيضا. نعمل أيضا على الصوتيات وهم صغار حتى صف الابتدائي الثالث، لأننا نرى، نعرف من الأبحاث العلمية بأن المشكلة الكبرى للتعثر في القراءة مع بداية الصف الرابع هي أنهم لا يعرفون أصوات الحروف، لا يعرفون المقاطع، لا يشتغلون على الصوامت والصوائط وغير ذلك. فكان هذا هو التركيز لأبناء اللغة. بالنسبة للناطقين بغير العربية، اشتغلنا على منح اللغة التواصلي، لأن هذا ما يحتاجونه، يحتاجون إلى أن يأخذوا اللغة العربية من أول حصة، أن يخرجوا، يذهبوا إلى بيوتهم وأن يقولوا على الأقل صباح الخير، صباح النور، السلام عليكم، اسمي كذا، وكلها سماعية. ومع الوقت يتدرجون في القراءة والكتابة، ولكن حتى المواضيع خفيفة لطيفة من الحياة اليومية. وطبعاً لأنه منهاج متدرج، يعني نتوقع للناطقين بغيرها أن يصلوا إلى المستوى المتقدم مع الصف التاسع، فكان هناك طبعاً تدرج أيضاً في الصعوبة، بحيث سيصبحون المفروض أن يصلوا إلى تلاقة ممتازة باللغة العربية مع 9 سنوات، يعني أقلها أن يصلوا إلى تلاقة معقولة مع ذلك. رائع. يعني باختصار، منح اللغة المتوازن هو عبارة عن تحبيب الطلاب أو هدفه تحبيب الطلاب بالقراءة والكتابة من خلال هذا التدريس المباشر بدقائق معدودة بشكل يومي، ومنح اللغة التواصلي هو ليتواصل الذي يتعلم العربية كلغة ثانية ليستخدم اللغة باستمرار، لأنه يتعلمها ليتواصل بها بشكل مستمر. أشكرك دكتور هنادة. سأذكر لك بعض المصطلحات وأريد منك الإجابة بأول فكرة تخطر على بالك، أوكي؟ وفكرة سريعة من دون إطار. يا ساتر. طيب. النحو بعد اللغة. الشعر. موسيقى. النصوص المعلوماتية. ضرورة. أدب الأطفال. كالماء والهواء. التعلم المدمج. ماذا تقصد به تحديداً هنا؟ هنا عندما كل المهارات. لا عفواً، هنا ربما علي التوضيح. التعلم عندما نستخدم التكنولوجيا في التعليم. جميل فقط. نعم فقط. طيب النسخ. ليس ضروريا، لا حاجة. ربما ذكرتي نقاط ولكن سأذكر هذه العبارة، الأخطاء الإملائية. إلى صف معين نتغاضى عنها. التمكين في اللغة. أساس أن نتحدث معهم كل الوقت، في البيت، في المدرسة، في الشارع، في السيارة، أن نتحدث، ولا أقصد أن نتحدث يعني في خارج المدرسة بالفصيحة، بس أن نتحدث معهم، هكذا تثرى الأفكار والمفردات والجمل وتبنى الشخصيات. ما تسكتوا. الحفظ. الحفظ إن كان له علاقة بالذاكرة العاملة، وإن كان ذكياً جداً معقول. سأعطي مثال كي لا يساء فهم، يعني نريهم، ممكن أن نريك، جداً ضروري أن نريهم 5 أشياء مرتبة بشكل معين، فواكه لنفترض، أو كلمات مرتبة بشكل معين، نخفيها أو نمسحها وعليهم أن يعيدوا وضع نفس الترتيب هذا، وليس الحفظ روح احفظ لي إملاء ذاتي وتعال اكتبه من جديد. تمام. ما زال لدينا دقيقة، ربما سأسرق منك بضع دقائق. أكيد تمام. رح توسعها إن كان الأساتذة. تمام. التعليم المضمر. له أوقات. تمام.
والتعليم المباشر له أوقات، يعني هنا حنكة الأستاذ، يعرف متى يعلم مباشرة متى يعلم شيئا بشكل مضمر. تمام. وآخر عبارة برنامج بالعربي. سائر، إن كنت أنا ذائر سائر. سائر. مقتبسة هيدي، مقتبسة. نعم، الحقوق هي لأستاذ ربيع. تمام. هناك سؤال من أستاذ عمر، وهو يتعلق بسؤالي الأخير. سأذكر ما ذكره أستاذ عمر وأطرح سؤالي، وترين العلاقة بين السؤالين. حضرت مع الدكتورة هنادة منذ سنوات في البحرين محاضرة مهمة، وارتكزت على حلول لتحسين اللغة العربية لدى الطلاب، منها تحويل العامية إلى الفصحى. لماذا لا يكون هناك لقاءات مع الأهل لإرشادهم للطرق الصحيحة لتعويد أطفالهم للتحدث بالفصحى؟ هذا سؤال أستاذ عمر، وسؤالي هو ماذا تقولين لأولياء الأمور الذين لا يتحدثون مع أبنائهم بلغتهم العربية؟ يعني في تشابه بين السؤالين. جدا جدا، شكرا جزيلا، وهذا سيكون أظن سؤالنا الأخير لو أردتم. سؤال جدا مهم. يعني أهم شيء، لماذا لا يتكون هنالك لقاءات؟ نحن جاهزون، أنا شخصيا وأعرف أن هنالك الكثر، فلا أحد يمانع، نحن جاهزون أن نكون مع الأهل، أن نكون مع الأساتذة، أن نتكلم معا ونبحث فيما يهمهم، هذا أساس. بالنسبة لماذا ممكن أن يفعل أولياء الأمور، أنا عندي الآن بعض محاضرات أقوم بها مع مدارس الجيمز في الإمارات، نصف ساعة كل أسبوعين للتوضيح لهم. مهم جدا لو كان الأهل عرب، يعني أنا لا أتكلم عن العائلات، هنالك عائلات مختلطة، الأب عربي مثلا والأم غير عربية أو العكس، هذه وضعها مختلف، هم أبناء ثقافة بصيروا العربية تتأثر، أدرك ذلك. لكن حتى في هذه العائلات، وأنا عائلتي هي من هذه العائلات، وعائلة ربيع أيضا هي من هذه العائلات، أقول لهم المختلطة، أقول الشخص الذي يتكلم العربية كلغة أم يجب أن يتكلم مع الأولاد بهذه اللغة الأم. فأنا مثلا لا أتكلم مع بناتي إلا بالعربية. الآن هنالك بعض أوقات الحديث في البيت يصبح إنجليزي لما الأب يتحدث بلغته الأم، فالأب يتحدث بلغته الأم والأم، أو يعني كل واحد يتحدث بلغته الأم، هذه ضرورة منذ اليوم الأول لولادتهم وقبل ولادتهم. الآن بالنسبة للعائلات العربية، يعني أنا يذهلني الحقيقة، أقف مذهولة أمام العائلات العربية التي تتكلم بالإنجليزي مع أبنائها أو لا تتكلم إطلاقاً. أنا أيضاً أجد هنالك عائلات هذا الصمت الرهيب السائد في البيت، نحن نحتاج إلى أن نتكلم كثيراً كثيراً، كنت أقرأ كذا، شفت كذا، يعني بلهجتنا، أي لهجة كانت، كل اللهجات خير وبركة، وهي الأساس، دائماً أقول هي الجسر الذي منه سننتقل إلى الفصيح. لا أحد منا في البيت سيتكلم بالفصيحة، علماً بأننا جميعاً كلما علت درجة ثقافتنا أو قراءتنا أو هذا، تحتاج لغتنا أيضاً إلى أن تعلو معها، يعني العامية السوقية لا أظن أن أحدا منا يتكلمها إلا في أماكن معينة، لربما في سياقات معينة. وأما في البيت فأظن أن هنالك عامية المثقف التي تسود في كل البيوتات للموجودين هنا، فنحتاج إلى أن نتكلم بالعربية معهم بلهجتنا، فقط لأجل أن يكتسبوا المفردات، لأجل أن يسمعوا نغم الكلمات، لأجل أن يفهموا كيف هي اللغة العربية، لأن هذا هو مجالهم للانتقال، هذا الإنقال اللهجي الذي يحصل بعدين عندما يدخلون المدرسة لا يتم إلا من خلال ذلك. فجداً ضروري، لطفاً، رجاءً، البيوت العربية نحتاج إلى أن ننقل لأولياء الأمور، تكلموا بالعربي، الإنجليزي سيأخذونه من الهواء، سيشربونه شرباً، يطلعوا على الإنترنت ساعتين كل يوم أو ساعة أو لا أعرف ما الذي يفعلونه على الإنترنت، ختموا الإنجليزي. لا تخافوا بالنسبة للإنجليزي، أعرف أن كثر يقولون وسيذهبون إلى مدارس خاصة وكيف سينجحون، اللغة الأم، اللغة الأساس، هي أساس حتى كيف يتعلمون الإنجليزية.
الإنجليزية يجب لها أن تمر من خلال اللغة العربية. شكراً. رائع رائع دكتور هنادة. صحيح، ختام هذه النقطة بالتحديد أن العامية هي امتداد للفصيحة، فلهذا السبب على الرغم من تعدد اللهجات في وطننا العربي، هناك سؤال حول هذه النقطة ولكن ليس لدينا الوقت للإجابة عنه، فنعم التحدث بالعربية حتى لو باللهجات المحلية لا مانع منه، إنما ربط هذه اللهجات بالفصيحة أمر مهم جدا، ربما هو واجب علينا كأولياء أمور أيضا. تمام. مثلا سأعطي مثال سريع لأنه ضروري أن نرى الربط. مثلا كرسي، ها، في باللبناني أنا أقول أسميه كرسي، فيجب أن أري الأطفال أو هكذا ممن يتكلمون اللبناني أنه أنظر إلى العلاقة، إلى العلاقة الوطيدة، كرسي وكرسي، رجال، رجل، وهكذا، طاولة، طاولة. يعني حرام ألا نستغل كل ذلك، ضروري جدا. صحيح صحيح تمام. بالنسبة إلى جميع الذين يسألون عن منهاج بالعربي، هل هناك، أين يتوفر المنهاج التواصلي الذي هو منهاج ناطقين بغير العربية؟ سنتواصل معكم بهذه النقطة. أيضا هناك أسئلة حول هل سيتوفر منهاج بالعربي للصفوف الثانوية، سنجيب عن هذا بالإيميل. تمام دكتور هنادة، سأطلب منك أن تختمي بجملة بسيطة حتى ننهي هذا الحوار الشيق، يعني مر الوقت ولم نشعر به ولم نستكمل جميع الأسئلة، فالكلام لك. شكرا لك جدا أستاذ ربيع، شكرا لبيرسون، شكرا لكل الحاضرين. الحقيقة يعني حضوركم جميل في منتصف النهار هكذا في يوم عمل، شاكرة لكم جدا. أتمنى أن نبقى على تواصل، واللغة العربية نتذكر جميعا، أعتقد أن كل الحاضرين هم من المشتغلين باللغة العربية، فتذكروا ما تخلوا الأشياء ما يحصل حولنا ينسينا أو يزعزع هذا الإيمان فينا أن اللغة العربية هي الأساس، هي من اللغة العربية سيمر كل شيء، العلوم، الفلسفة، الحياة، اللغات الأخرى. دمتم بخير. أشكرك دكتور هنادة. بختام هذا اللقاء، عن جد حوار راق جدا، أشكرك من قلبي، أشكر الحضور على مشاركاتكم، على أسئلتكم، على أمل أن نلتقي مرة أخرى بحوارات أخرى، فألف تحية من القلب لك وللجميع. مع السلامة. الله معكم، يوم سعيد.